سياسة إعادة التمركز والتركيز على الشرق الأوكراني أثبتت نجاحها حتى الآن. تقدمت القوات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة، لم يكن الفضل فقط لدعم القوات الانفصالية، هناك سبب لوجستي لا يقل أهمية، خطوط السكك الحديدية. أوكرانيا حالها كحال الجمهوريات السوفيتية السابقة، لديها نفس المسارات ذات المقاييس العريضة، مما يسهل على القطارات الروسية التحرك. وبسبب عرقلة سيطرته على مراكز لوجستية هامة في كييف وخاركيف، عانى الجيش الروسي من أجل إمداد القوات بعيداً عن خطوط السكك الحديدية، عانى من أجل نقل الجنود والسلاح والطعام إلى أماكن أبعد في أوكرانيا. إعادة التركيز على منطقة أصغر قد يسمح لروسيا بالتخفيف من المشكلة اللوجستية، كما أن كثافة شبكات السكك الحديدية في منطقة دونباس الصناعية لعبت دوراً لصالح موسكو. فلطالما كانت الطرق والسكك الحديدية العمود الفقري للجيش الروسي وكذلك الإمدادات التجارية. قوات السكك الحديدية في الجيش الروسي وحدة تمتلك عربات قطار مصفحة مطلية بالألوان المموهة ومجهزة بمدافع مضادة للطائرات ومدفعية لحراسة القطارات والإمدادات العسكرية. وعلى عكس الجيوش الغربية، لديها عدد قليل من حاويات الشحن أو الرافعات الشوكية أو المنصات من النوع الذي تستخدمه الولايات المتحدة لتسريع الإمدادات إلى أوكرانيا.